اسمي عيسى راشد المطروشي، وظيفتي مشغل امداد اي عند مسؤولي المباشر، واساله شو الجدول اليومي واخذ منه الاوامر. عقب نبدل الملابس، نلبس ملابسنا الحمايه، وامشي مسافه بعيده للذهاب الى الخزان. اقرا غرائد الميتر لتأسفل الخزان، أصعد الخزان بأدواتي وأنزل ميتر لغرائد الخزان من الأعلى، وأنزل بعده مقياس لدرجة الحرارة لأخذ درجة الحرارة وأسجلها عندي، وأعطي خبر مسؤولي المباشر أن الخزان جاهز لتحويله إلى التناكر. صح أن شغلتي متعبة ومحتاجة مجهود، لكن أنا مرتاح لأني أشتغل بيدي لخدمة بلادي. خدمتكم زدنا طاقة، أذنك للتوزيع طاقة للحياة.